محادثتنا النهارده عن الكاردياك تيومر. زي ما قلنا هو ديزيز رير قليل. نبتدي البرزنتيشن ونشوف هنعرف ايه، وانا عايز المحاضره تبقى اكتر انتر اكتيف. تمام، هو تيومرز لما تبقى موجوده في الهارت او البريكارديوم. احنا عندنا اي تيومر في الدنيا او اي نيوبلازم بيتقسم ايه؟ بيناين ومالجنت، والمالجنت بيتقسم برايمري وسكندري. تمام كده، دي جنرال داتا عن التيومر. ان السكندري تيومر اوف ذا هارت اللي هي السكندري زي جاي هارت هي الموست كومن تيومر اوف ذا هارت، مور كومن عن البرايمري، ودي اصلا احنا ما بنشوفهاش صح؟ يعني احنا عمرنا ما بنشوف الميتاستاسيز اللي بتيجي كتيره في الهارت. احنا بنشوف ميتاستاسيز جاي في اللنج، جاي في البرين، جاي في الليفر، لكن هل كومن اللي احنا بنشوف ميتاستاسيز في الهارت؟ لا، دي بقى ماتش مور كومن عن البرايمري تيومر اوف ذا هارت. ده عشان نعرف قد ايه الديزيز ده، الديزيز الكارديو تيومر عامه كلها رير. تمام، الانسنس اوف برايمري تيومر اوف ذا هارت من 0.0001 يعني 1 في الالف ل 2%، يعني افريج مثلا 1 كل 1000 او 1 كل 10000، 1 كل 1000 او 1 كل 10000. البرايمري تيومر كلها معظمها بيناين، الماليجنت از فيري رير، وكلها مشكلتها اللي هي بتعمل لايف ثريتنينج كومبليكيشن. ده ريليتيف انسنس اوف تيومر. هنلاقي هنا الموست كومن تيومر هو الميكزوما في الادلت، وفي التشيلدرن الرابدو مايوما. تمام كده، 50% للبرايمري تيومر البيناين اللي بتحصل في الهارت ار ميكزومز. المالجنت تيومر الانجيو ساركوما، وفي الاطفال الرابدو مايو ساركوما. تمام كده، الطريقه اللي انا بعرض بيها المحاضره هي الطريقه اللي انا احبكم تذاكروا بيها اي ديزيز، اللي هو انت تعرف جلوبال الديزيز كله بيعمل ايه، وبعدين نخش ان ديبس في كل تيومر لوحده. عشان التيومرز كتير قوي فنبقى عارفين جنرال داتا نقدر نكتبها في كل تيومر، وبعد كده نقول حاجه سبيسيفيك لكل تيومر. تمام كده، ايه هما الكلينيكال بريزنتيشن او عيان عنده كاردياك تيومر او بالاعم كاردياك ماس هيجي يشتكي بايه؟ يا اما هيجي يشتكي بسيستميك مانيفيستاشن نتيجه التيومر ده بيريليز ماتيريال معينه تعمل له سيستميك مانيفيستاشن زي الفيفر والماليس والانترلوكين اللي بتفرز الانترلوكين والانفلاماتوري ماركرز ديت. الامبوليك مانيفيستاشن التيومر ده ممكن يامبولايز. كاردياك مانيفيستاشن اللي هو اللوكال مانيفيستاشن بتاع التيومر نفسه، او ميتاستاتيك فيتشر لو التيومر ده مالجنسي. صح كده، يبقى هما فور كاردينال مانيفيستاشن. نخش ان ديبس في كل واحد. السيستميك مانيفيستاشن نتيجه ان التيومر ده بيفرز انفلاماتوري ماركر زي الانترلوكين 6 او الانتي مايوكارديال انتي بوديز، يبتدي يعمل كونستيتيوشنال سيمتومز زي الفيفر، فاتيج، ماليز. العيان ده يبقى عنده شويه انفلاماتوري ماركر زي ده زي الاي اس ار والسي اكتيف بروتين، زي بالظبط اللي بيحصل على فاكرين اللوبس والكونكتيف تيشو والكرونيك والتيوبركلوزس. الاعراض دي جنرال موجوده في الكولاجين ديزيز، موجوده في الكرونيك انفلاماتوري ديزيز، موجوده في التيومر مانيفيستاشن. خلاص كده، حتى كنا في بعض الامراض بنسميها بارانيوبلاستيك سندروم، فدي اعراض جنرال بتيجي للعيان نتيجه حاجات معينه بتبقى سيكريتد من التيومر نفسه. طيب الجزء الثاني ده الجنرال مانيفيستاشن، الجزء الثاني الامبوليك. نطاق سهله، تيومر في الليفت سايد هيعمل ايه؟ هاي امبولايز في سيستميك سيركيوليشن. اشهر مثال يجي للعيان ستروك. خلاص كده، واحده صغيره يقول لك بنت حاجه و20 سنه سخنت شويه، وبعدين جايه لك بلاترالايزيشن وعملنا ايكو لقينا في كاردياك ماس ديفرنشال دايجنوزس ميكزوما. خلاص، واحده من الاسباب. طيب واحد تاني عنده رايت سايد تيومر هيروح فين؟ بالمونري امبوليزم. خلاص كده، ليه كرايتيريا هنقولها بعد شويه. تمام كده، يبقى اذا الامبولايزيشن دي حاجه. طب ممكن الرايت سايد يامبولايز يعمل ستروك، واحد عنده رايت سايد ماس او تيومر او ثروم بس يجيله ستروك؟ سؤال مشهور في الشفوي، ممكن يجيله. ليه؟ في بي اف او حاجه تعمل شنط، تعمل حاجه اسمها بارادوكسيكال امبولايزيشن. يعني ايه بارادوكسيكال؟ يعني عكس الواقع او عكس المنطقي، اللي هو حاجه في الرايت سايد المفروض تروح بالمونري امبولايزيشن تعمل في البالمونري سيركيشن، لا دي هتيجي ليفت سايد لانها شنط من الرايت اتريم ليفت اتريم. تمام كده، البرين طبعا هو الموست كومن سايت اوف انفولفمنت. تمام كده، وبعد كده زي ما بقول لكم في اخر سيناريو اهو
ميدل ايجد فيميل جايه لها سيبو فاسكولار ستروك وزاوت هيستوري اوف روماتيك هارت ديز او انفكتيف اندوكاردايتس وعندها نورمال ساينس ريز مش اي اف. للاي اف لو هي عندها اف طبيعي ده يحصل لها امبولايزيشن. طيب ده شكل البلمونري امبوليزم اللي بتيجي نتيجه مش ثرومبوتيك بلمونري امبوليزم تيومر او اونكولوجيكال. بتيجي ايه الكرايتيريا بتاعتها؟ بتبقى يوني لاترال ودازنت ريزولف. تمام كده؟ يعني لو ادينا انتي كواجيليشن عاده العيان بيجيب بلمونري امبوليزم هتدي له انتي كواجيليشن. البلمونري امبوليزم دي مش هتريزولف، هتعمل الايمجنج بتاعك او السي هتلاقي الامبولوس موجوده زي ما هي. هنا تبتدي تفكر اللي هي ممكن تبقى تيومر وليس ثرومبوتيك، لان الثرومبس بتديزولف مع الوقت. يعني انت عملت سي تي النهارده عدته بعد شهر هتلاقي التيومر دي مش موجوده، هتلاقي قصدي الامبولوس دي مش موجوده، لكن لو هي تيومر هتفضل موجوده مكانها. الكاردييك ميكزوما اسوشيتد برضو بامبوليك فايندنج سبيشالي السيرفيس بتاع الميكزوما لو الريجولار وعليه فيلاي بيحصل عليه ثرومبس بتتكون ويحصل عليه امبولايزيشن او فراجمنتس من التيومر نفسها ممكن تامبولايز. خلاص كده. الحاجة التانية المشهورة بالامبولايزيشن البابيلاري فايبروستوما، ده بيبقى تيومر بيجي على على الفالفولار سيرفيس، فاول ما الفالف يتحرك بابيلاي الصغيرة دي بتتاتش وبتروح تعمل امبولايزيشن. تمام. طيب احنا كده خلصنا السيستميك مانيفيستيشن، خلصنا الامبوليك مانيفيستيشن وخدنا فكرة عن كل حاجة. ايه بقى الكارديك مانيفيستيشن؟ طيب التيومر موجود في الهارت على حسب مكانه هيعمل مانيفيستيشن. لو قريب من الفالف هيعمل ايه؟ فالفولار اوبستراكشن، زي مثلا ميكزوما تيجي تقفل الميتال فالف تعمل لك اعراض زي الميتال سنوز، بوزيشنال ديسنيا كلمه مشهوره نسمعها، العينه لو مالت لقدام التيومر يقفل الفالف يحصل ايه؟ بوزيشنال ديسنيا او سينكوب. خلاص كده. طيب حاجه تانية لو قريبه من طالعه من الاورطه من الاورتيك سيرفيس من الاورتيك فالف مثلا تقفل كورونري. تمام كده. لو جايه قريبه طالعه من الانتر فينتريكولار سيبتوم تيجي على الكوندكتيف سيستم تعمل ايه؟ هارت بلوك. خلاص كده. يبقى على حسب مكانها تعمل مشكله. لو قريبه من البريكارديوم تعمل رياكشن وتطلع فلويدز تعمل ايه؟ بريكارديا افيوجن. تمام كده. فعلى حسب مكان التيومر يدينا كارديك مانيفيستيشن. يبقى سيستميك مانيفيستيشن، امبوليك مانيفيستيشن، كارديك مانيفيستيشن. نفس الكلام ده هنا. واخر مانيفيستيشن قلنا اللي هو الميتاستاتيك مانيفيستيشن لو التيومر ده مالجنت. ماشي. هنيجي بقى هنا تفاصيل شويه، هنخش على التيومر دي لو مكانها انترا كافيتري هتعمل ايه. واشهر مثال قلنا الميكزوما في الليفت اتريم، قلنا هتنترفير مع الميترال فالف مثلا هتعمل لها البوزيشنال ديسنيا او سينكوب. هنسمع ايه؟ نيجي ساينز، نخش في ساينز شويه. هنسمع ايه لو التيومر قريب من الفالف؟ ايه الاوسكالتاري فايندنج اللي ممكن نسمعها؟ لا مش سامع. تيومر بلاب ده الكومن اوسكالتاتري فايندنج اللي بنسمعها في الليفت اتريال ميكزوما، اللي هو صوت بيبقى قريب بعد الاس 2. احنا عارفين اللي بين الاس 2 وال اس 1 اس 2 اس 3 اس 4. خلاص كده. بين الاس 1 والاس 4، بين الاس 1 والاس 2 تاني، بعد الاس 2 سوري، بعد الاس 2 لغايه الاس 1 تاني ممكن يحصل من اس 3 وبعض الاوسكالتاتي فايندنج زي الاوبننج سناب والتيومر بلاب ولغايه الاس 4 وبعدين يجي تاني اس 1 اللي هو في اي وقت ده اسمه الدايستوليك بيريود. بين اس 1 واس 2 ده السيستول، وبين اس 2 واس 1 ده الدايستوليك بيريود. في الفتره دي يحصل الدايستوليك ساوندز اللي احنا بنقول عليه، اللي منها واحد زي التيومر بلاب ده اللي هو بيبقى صوت شبه الاس 3 وبيجي ليتر ذان ذا اوبننج سناب اند ايرلير ذان ذا اس 3. طبعا الفايندنج دي او التايمنج ده انت عمرك ما هتعرفه لان انت لازم الساوند ستريك كلها جنب بعض، بس تقريبا انت بتتخيل الصوت ده جاي فين. فاهم قصدي ازاي؟ يعني احنا بعد الاس 2 بنسمع ساوند. خلاص كده. ده قد يكون ديفرنشال جنوز بتاعه يا اوبننج سناب بيبقى مع رامبلنج ميرمر يبقى موجود، يا اما اس اس ساوند وعاده بيبقى في ثين بيرسون او عيان عنده هارت فيلير، يا اما تيومر بلاب. خلاص كده. ده بيبقى ساوند بين اس 2 واس 1 ودايستوليك ميرمر لو هي عملت تربلانس للفلو. طبعا طبعا انت لما بتسمعه بتعرف اللي فيه ساوند غريب، بتعمل العين ايكو وتبتدي تعرف ليتر اون الساوند ده غالبا ده تيومر بلاب. هل ليه كرايتيريا معينه؟ ما اقدرش اقول لك. فاهم قصدي؟ يعني انا سمعت تيومر بلاب دي مره واحده في حياتي، عشان كده بقول لك هو فيري، لكن الاوبننج سناب
معروفه، لان يعني بيبقى اسوشيت مع رامبلنج ميمور ولاود اس 1، فلما تسمع اوبننج سناب في الوقت ده هتعرف اللي هو ده غالبا اوبننج سناب. لكن التيومر بلاب لما تسمع اس 1 اس 2 بعدين تيومر بلاب هتسمع حاجه زي السيرت ساوند كده، وبعدين هتعرفها بعد كده لما تدايجنوز الديزيز ده. لو رايت اتريا بقى تيومر هيعمل ايه؟ رايت اتريم دايما هيعمل لنا رايت سايدد مانيفيستيشن، يعني مثلا يعلي جي في بي تمام، يعمل حاجه زي السوبيريو فينا كيفا سندروم، يعمل كونجيشن في الفيس ودايليتد فينز على الابر بارت اوف ذا شيست. خلاص كده الرايت فينتريكولار تيومر نفس الكلام هيعملها زي رايت اتريم مانيفيستيشن، وهيعمل حاجه زي كوزمول ساين اللي هو انسبيراتوري فيلينج اوف ذا نيك فينز تمام كده. الليفت فينتريكولار تيومر لو جت قريبه من ال في او تي هتعمل الليفت ال في او تي اوبستراكشن حاجه زي الهوكم تمام كده، وهتسمع ميرمر برضو نتيجه الاوبستراكشن في ال في او تي تراك. طيب يبقى الكلينيكال برزنتيشن تاني نقسمها، بتيجي نون كاردييك مانيفيستيشن اللي هي السيستميك والامبوليك، والكاردييك مانيفيستيشن بتعتمد على اللوكيشن والسايز بتاع التيومر، و الامبوليك مانيفيستيشن والميتاستاتيك مانيفيستيشن. يبقى الساين والسيمتوم الموجوده هي شيست بين، سينكوب، هارت فيلير، ميرمر، اريزميز، كوندكشن ديستربنس، بريكارديا فيوجن. يبقى هي كل البرزنتيشن بتاعه الكاردياك ديزيز ممكن تحصل في الكاردياك تيومر، كلها تعتمد الكاردياك تيومر ده موجود فين وبيعمل ايه. ازاي نعمل دايجنوز بقى؟ الدياجنوز عامه بنعمله ازاي في ديزيز زي كارديك تيومر؟ انت دخلت على الانفستيجيشن، الاول بنعمل ايه في الدياجنوزز؟ بناخد هيستوري وبعد كده اكزامينشن وبعد كده انفستيجيشن. الهيستوري الاول هنا نعمل ايه؟ يعتمد على الايج بتاع العين، السكس بتاع العين. خلاص كده اذا كان العين ده طبعا صغير، احنا قلنا اللي تشيلدرن كوما فيها الرابدومايوما، لو العين كبير شويه في ميل ميدل ايج كوما ميكزوما، عين اكبر شويه ممكن اتوقع ساركومس. خلاص كده البرزنتيشن قلناها، العين جاي يشتكي بايه. الانفستيجيشن بقى هنعمل الموست روتين انفستيجيشن بنعمله في كل كاردييك بيشنت اي سي جي وايكو. انا عايزكم لما تيجوا تكتبوا في الامتحان ما تتلخبطوش لما يقول لك عايز دياجنوز بتاع ديزيز معين، امشي سيستماتيك هيستوري واكتب. يعني انت جايب لك عايز تعمل دياجنوزز لكاردييك تيومر، دلوقتي احنا عندنا في الهيستوري ممكن العين يجي بكارديك مانيفيستيشن ونون كارديك مانيفيستيشن. نون كارديك مانيفيستيشن يا اما كونستيتيوشن سيمتوم زي ما احنا قلنا، يا اما امبوليك مانيفيستيشن، يا اما ميتاستاتيك كومبليكيشن. خلاص كده. طب الاكزامينشن هنسمع ايه العيان؟ ممكن جنرال اكزامينشن ولوكال اكزامينشن. لوكال اكزامينشن اكوردنج تو سايت اوف تيومر، لو قريب من فالف هنسمع ميرمر، لو عامل تيومر بلاد نقولها الرايت سايد تيومر، هنشوف الرايت سايد مانيفيستيشن الجي في بي، الهيباتيك اكزامينشن لو الليمب ايديما، نقدر نجيب كلام من الجنرال داتا بتاعتنا تمام كده. طيب نيجي بقى الانفستيجيشن، هي اللي بتفرق كل ديزيز عن الثاني. الروتين انفستيجيشن اي سي جي، شيست اكس راي، ايكو. طيب الكاردياك تيومر ايه اللي فدنا في الحاجات دي؟ من الاكزامينشن الجنرال اللي احنا عارفينه. اي سي جي هيفيدنا في ايه؟ اي سي جي هيفيدنا لو عامل كوندكتيف ديستربنس، يا اما عامل انترا فينتريكولار كوندكشن ديلي، يا اما عامل هارت بلوك. طيب ايكو مهم جدا، هنشوف ما نكتبش كمان في الامتحان او في الاكزامينشن لما نيجي نكتب ايكو نقول ايكو خلاص، لا ايكو هنعمل بيه ايه؟ هنشوف ايه بالايكو. السايت اوف ذا تيومر موجود فين؟ خلاص كده. قريب من فالف ولا لا؟ عامل اوبستراكشن لفالف ولا لا؟ عامل عليه ثرومباي ولا لا؟ الكاركتر بتاع التيومر انا قادر افرقه تيومر اصلا ولا ديفرنشال دايجنوز ولا كاردياك ماس فور ديفرنشال دايجنوزس. خلاص كده. الليفت فينتريكولار فانكشن او رايت فينتريكولار فانكشن متاثره ولا لا؟ تمام كده. في دايلاتيشن اوف ذا شامبر ولا لا؟ في بريكارد فيوجن ولا لا؟ يبقى احنا لما نكتب ايكو نكتب هنشوف ايه في الايكو. طيب هل في انفستيجيشن ثانيه كاركترستيك فور ذا تيومر عامه؟ الام ار اي والسي تي. خلاص الام ار اي هنقدر نعمل بي تيشو كاركترايزيشن، نقدر نشوف التيومر عامل انفولفمنت لايه بالظبط تمام كده. وبعدين فاينالي في اي تيومر تقول باثولوجي ريسكشن وباثولوجي.
في الهارت طبعا مشكله الهارت السيرجري از ديفيكولت، يعني قصدي مش حاجه سهله. انت عشان تعمل اوبن هارت وتشيل تيومر، افرض التيومر دوت واخد جزء كبير من الاليفيول نون ريسكتبل، هتعمل ايه؟ هتشيل الهارت؟ شايفه؟ فده بيبقى المورتاليتي فيه عالي. تمام كده؟ لو قدرت تعمل اكسيجن اوف ذا تيومر زي الميكزوما مثلا، بنعملها باثولوجي عشان نعرف الفاينل دايجنوزز. زي ما الدكتور قال، خدوا الماس اللي كانت موجوده ولقوا فايبروز وما يتاكدوش في الاخر هي تيومر ولا لا، ففي الفاينل دايجنوز دايما بيبقى باثولوجي. يعني هم عملوا انفستيجن كتير وما وصلوش في الاخر دايجنوز. هنا بيهمنا التشو كاركترايزيشن، لان ده بيبقى ماس في الهارت. هل كتير قوي بنشوف ماس في الرايت اتر ما نعرفش اذا كانت دي ثرومبس ولا تيومر ولا ايه بالظبط. فنون انفيزيف تيشو كاركترايزيشن بنقدر نعمله ايكو، بنشوف الايكوجينيستي اوف ذا ماس والفاسكولاريتي. وفي يعني الاستحد عارف الاسترين ايمجينج، الاسترين ده نوع من الايكو موداليتي، بتشوف الاسترين بالديفرنشيت اللينسنينج اوف ذا فايبر والشورتنينج بتاعها، خلاص الالونجيشن والشورتنج وقت الكونتراكشن اكسيشن. طبيعه التيومر هيحصل له الكرايتيريا بتاعت المايوكارديال ماسل ولا لا؟ مش هيحصل له، هتبقى حاجه ثابته، مش هيحصل لها ولا شورتنينج ولا الونجيشن. فالسترين ده نقدر ندفرنشيت بيه الماس ده اذا كان هو كاردييك تيشو ولا نون كاردييك تيشو. تمام. والسي تي والام ار اي والبيت سكان طبعا. طيب كده خلصنا الجنرال داتا بتاعه التيومر. احنا قلنا التيومر ان جنرال اللي هي رير، وقلنا السكندريز اكتر من البرايمري تيومر، وقلنا البيناين كومن عن المالجنت تيومر، دي جنرال داتا. وقلنا جنرال مانيفيستيشن اوف اني كاردييك تيومر، ممكن التيومر يجي بايه، وقلنا بعض الاكزامينيشن فايندنج اللي ممكن نلاقيها في عيان عنده كاردييك تيومر. هنبتدي دلوقتي نتكلم ان ديبس شويه عن كل تيومر او اشهر التيومرز اللي موجوده. هنلاقي كلام كتير مش مطلوب مننا نعرفه كله، نبقى عارفين الكلمتين الاولانيين دولت عشان نعرف نتكلم عن كل تيومر. وانا مركز لكم الحاجات الهايلايتد دي في المحاضره، هي دي المعلومات المهمه تعرفوها عن كل تيومر. الميكزوما هو الموست كومن برايمري بيناين كاردييك تيومر، خلاص 50% اوف بيناين تيومر ار ميكزوماز. تمام. موست كومن بتيجي في الميدل ايج، 70% منها بيجي في الفيميل اكتر من الميل. في نوعين منها، في نوع اسبورادك وفي نوع منها فاميليال. اسبورادك يعني واحد ما عندوش فاميلي هيستوري بتجيله لوحدها كده، ده 90% من حالات الميكزوما. لكن 10% بتيجي فاميليال، بتيجي ان سيريس، فاهم قصدي؟ الاقي الام وبنتها وهكذا. خلاص. الموست كومن سايت 90% في الليفت اتريوم. سوليتري بتبقى 90%. يبقى احنا الميكزوما كده 90% منها بيجي سوليتري، 90% بيجي منها اسبورادك، 90% بيجي منها ليفت اتريوم. يبقى احنا غالبا لما نشوف حاله ميكزوما، بقول لكم انا شفت في حياتي كلها حالتين او ثلاثه، هنشوفها فين؟ ماس واحده في الليفت اتريوم بس، في ميدل يوجوال، في ميدل ايج، ويوجوال بتبقى في ميدل. الفاميليا ده انا ما شفتهاش طبعا، اللي هو كارني سندروم اللي هنقوله بعد شويه. تمام. بتيجي منين السايت بتاعها في الليفت اتريوم؟ حد عارف؟ من مكان الفوسا اوفاليس، من الانتر اتر سيبتم عند الفوسا اوفاليس، نير فوسا اوفاليس. لو طلع من البوستيريور وول من الليفت اتريوم، دي يوجوالي نوت بيناين تيومر. لو في تيومر طالع من البوستيريور وول، يوجوالي از نوت ا بيناين تيومر. ايه بقى الفاميليال ميكزوما؟ بتبقى اوتوزومال دوميننت، بتيجي في حاجه اسمها كارني كومبلكس اللي هو سندروم ميكزوما، ده بيجي في الثيرد ديكيت اوف لايف، بيبقى باي لاترال، مش في ناحيه واحده، يعني بيجي في رايت اتريوم وليفت اتريوم. بيكاركترايز بهاي ريكيرنس ريت، احنا هقول لكم بعد شويه ان الريكيرنس ريت في الميكزوما بيفضل بنسبه معينه اراوند 10% لغايه 4 سنين بعد الاكسجين. الهايست ريكيرنس يوصل ل 25%، ربع العين يحصل لهم ريكيرنس في الفاميلي تايب ده. طبعا يعني ده متوقع، بيبقى معاه سبوت سكين بيجمنتيشن، وبيبقى معاه كاردياك ونون كاردياك ميكزوما. انتوا عارفين الميكزوما دي بتطلع من الميزنكايمال تيشو اللي موجود، الريمننت اللي موجوده في فينا، فهو بيبقى فيه ريمننت ميزنكايمال تيشو هو اللي بيطلع الميكزوما ديت. خلاص. في بعض السبسيت منها زي النيم سندروم، بيبقى فيها نيفاي واتريال ميكزوما وميكزويت نيورو فايبروما ولامب سندروم. خلاص. اعرفوا بس الكارني كومبلكس او سندروم ميكزوما. ماشي. ده الفرق بين الاسبرودك والفاميليا. دي بتيجي سوليتري، دي بتبقى مالتيبل، دي 90% ديت 10% ديت بتيجي ان فاميلي واسوشيتد ويز هاي ريكيرنس ومحتاجين فاميلي سكريننج فيها. تمام.
هنا بتيجي كومن في الليفت اتر وانتر اتر سيبتم، هنا بتحصل زي ما قلت لكم بتبقى باي لاترال وفي المالتيبل لوكيشن كمان. ده شكل الميكزومال يوجوال، بتطلع من الانتر سيبتم هنا نير فوسا اوفاليس، خلاص كده بيبقى التيومر بيبقى سايز بتاعه كبير، بينكروتش على الميترال فالف. اشهر حاجه فيه اللي هو بيعمل بوزيشنال سيمتومز، العيانه لما تغير وضعها يجي اوبستراكت الميترال فالف ده ويعمل لنا يا اما سينكوب يا اما ديستنيا. انا عايز اقول لك لما باخد وضع معين بيجي لي سينكوب او ديستنيا، خلاص كده. الفايندنج الاوسكالتاتوري فايندنج اللي احنا عمالين نقولها غالبا ريليتد للميكزوما اللي هو تيومر بلب او الدايستوليك رامبلنج ميرمر اللي ممكن يحصل، وتبقى بالديفرنشال ديجنوز بتاعها عيان عنده ميتر سينوز، لما تسمعه تلاقي صوت عامل زي رامبلنج وتيومر بلب عامل زي الاوبننج سناب، فتقول ده العيان عنده ميتر سينوز، تعمل الايكو تلاقي العيان عنده ميكزوما. تمام كده، ده اوبراتيف فيو يعني مبين الميكزوما بتبقى طالعه زي بعد ما الاتريم مفتوح بيبينها عامله ازاي. دي الاعراض بتاعتها مينلي بتبقى ديسنيا باروكسيزمال او بوزيشنال ديسنيا، خلاص، وسينكوب. 75% من الاعراض بتاعت الميكزوما بتبقى ديسنيا. هتلاقي نفس الاعراض اللي احنا قلناها جنرالي بتتكرر، ما هو هنجيب اعراض من، ما انا قلت لكم كل الاعراض اللي ممكن تيجي تيومر، هنا بنقول اندبس نفس الاعراض تاني بتتكرر، خلاص، ميترال دايستوليك ميرمر والتيومر بلب اللي هو زي السيرد هارت ساوند. وقلنا هنا بنراجع تاني ديسنيا ان سينكوب مي بي بوزيشنال. تمام، الاتريال ميكزوما ريزمبل الميترال فالف ديزيز السينوزس، بيحصل تيومر برولابس انتو ذا ميترال اورفيس ديورينج دايستول، ويعمل لنا نفس الدايستوليك ساوند اللي هو دايستوليك رامبلنج ميرمر، وبعده يجي صوت التيومر بلب. الدياجنوز طبعا هو ايكو دياجنوزز، بنعمل ايكو وعاده ترانس اوسوفيجيال ايكو عشان نشوف طلع من انتر اتر سيبتم نير فوسا اوفاليس، وعاده بنكتفي بكده ما بنعملش حاجه اكتر من كده في تشخيص الميكزوما. ممكن سي تي وام ار اي ممكن طبعا. في ناس كتير قوي في الامتحان تكتب كورونري انجيوغرافي، يعني او لما بنسال في الشفوي تعمل ايه انفستيجيشن العين زي ده يقول لك كورونري انجيوغرافي. طب ليه كورونري انجيوغرافي؟ هل الكورونري انجيوغرافي هيفيدنا هنا؟ الفايده الوحيده فيه لو العينه دي سنها كبير فوق سن معين اللي هو زي مكتوب في كتاب فوق 40 او 45 سنه، نعمل بري اوبرتيف كورونري انجيوغرافي عشان تاكسكلود اسوشيتد كورونري ارت ديزيز، عشان وانت بتعمل سيرجري تريفاسكولارايز. لكن هو نيدد فور دايجنوزس اوف ذيس ديزيز؟ لا، فما تكتبوش. في نوع تاني من الانجيوغرافي اللي هو دايجنوستيك انجيوغرافي، اللي انت تعمل انجيوغرافي هارت كاستريزيشن، سواء رايت هارت كاستريزيشن او ليفت هارت كاستريزيشن زي اللي بيتعمل في الامراض الكونجنتال. هل هنا محتاجينها؟ لا، مش محتاجينها. لو التيومر طالع من الرايت سايد ممكن نعمل اندومايوكارديال بايوبسي، ممكن في بعض الاحيان كنا بنعملها زمان، في الذات في بعض ديزيز زي ريستريكتيف كارديوماسي او الانفيلتريتيف ديزيز، بناخد عينه عشان نشخص عنده مثلا عنده اميليدوز ولا. تمام، بس الاندومايوكارديال بايوبسي انا مش فاكر اللي احنا عملناها ولا مره من اول ما اشتغلت مثلا في اسم يعني انفستيجيشن بقت رير الاستعمال بتاعها، لان الدياجنوستيك تول زي الايكو والسي تي والام ار اي اغنتنا كتير قوي على الحاجات دي. لكن زمان كانوا بيعملوا اندومايوكارديال بايوبسي، خلاص. لكن في الهيمودايناميك ستادي اللي ممكن تتعمل مثلا في ديزيز زي الهوكم، او ممكن انا هنا بناقش معاكم بس الانفستيجيشن انتوا بتقولوها، لما تقولوها تبقوا عارفين انتوا بتتكلموا عن ايه. فهنا الكورونري انجيوغرافي از نوت نيدد، الهارت كاستريزيشن از نوت نيدد، ماشي كده. الباثولوجي بتاع التيومر لما بياخدوه بيعملوا اكسجن بيعملوا باثولوجي، بيبقى سموث راوندد سيرفيس، ساعات بيبقى فيلا سيرفيس او عليه فرايبل اوريجر سيرفيس، وده اللي بيبقى اكتر اسوشيتد ويز امبولايزيشن، وبيبقى الامبريونيك ميزينكايمال تيشو زي ما قلت لكم، ماشي. ده منظرها وهي برولابسنج من الليفت اتريم للليفت فينتريكل، بتبرولابس في الدايستول وترجع تاني في السيستول لما الميترال فالف بيقفل. وده منظر تاني ليها وهي طالعه من الانتر اتريسبتم نير فوسا اوفاليس. التريتمنت بتاعها طبعا سيرجيكال اكسجن ات اني ايج، وانس وجدت الميكزوما تتشال، خلاص كده. سيرجيكال امبلوك ريسكشن ويز مارجن اوف نورمال تيشو، دي مهم قوي، لان زي احنا بنقول في ريكيرنس. طب هي ريكيرنس منين؟ لان التيشو موجود اللي عملها اول مره، التيشو اللي بروجريس، لان الميكزوما دي مش العيان بيتولد بيها، دي بتديفلوب اكروس ييرز، تمام كده. فهو التيشو لو موجود ريمننت للميزنكايمال تيشو ده هيعمل ميكزوما تاني، الريكيرنس ريت موجود، وقلنا تقريبا 13% افريج، تمام كده. فعشان كده بنعمل حاجه اسمها امبلوك ريسكشن، زي اي تيومر بنشيل سيفتي مارجن حواليه عشان ما يرجعش ريكيرنس منه تاني،
خلاص كده. الريسك اوف ريكرنس قلنا 13% بيزيد شويه مع الفاميليال افريج، يعني انتوا احفظوا رقم 10% تمام كده. الريكرنس ريت بتاعه الريكرنس ده بيقل بعد ما يعدي اول 4 سنين، فعشان كده بنفضل نتابع العيان كل 6 شهور نعمل له ايكو لمده 4 سنين بعد الاكسجن، عشان بنبقى مفاهمين اللي ممكن يحصل ريكرنس تاني تمام كده. خلصنا الميكزوما اتكلمنا عنه. حد عايز يسال حاجه في الميكزوما؟ ده اهم تيومر. ولو جات كيس سيناريو، لو فورد جه كيس سيناريو، قلنا معظم اسئله الكاردياك تيومر بتيجي في شكل ام اس كيو. لو فورد وجه سؤال عن الكاردياك تيومر او كيس سيناريو هتيجي في ميكزوما في واحده ميدل ايجد فيميل، خلاص عشان تعمل ديفرنشال دياجنوز اللي كان ده روماتيك هارت انفكتيف اندوكاردايتس ميكزوما تمام، او كاردياك ماس ثرومبس متكونه على فالف مثلا تمام كده، يكون اوتو اميون ديزيز او هايبر كواجولي ستيت او لوبس مثلا ساعات بيعمل مشاكل على الاورتيك فالف تمام كده. طبعا طبعا اي حاجه ممكن يحصل لها ثرومبوزس وانفكشن، بس عاده بيبقى في الفيلا سيرفيس، يعني ما بتتشافش كتير افكتيف اندوكاردايس على تيومر لا، الا لو التيومر ده جاي مأثر على الفالف مش الميكزوما. الميكزوما ما يحصلش عليها انفكشن رير لان السيرفيس ده عاده بيبقى سموس، لكن ممكن تعمل تيمبولايز وتعمل امبوليك مانيفيستاشن. في الميكزوما لا، ما انا بقول لك بتطلع نير الفوس اوفاليس ده في 90% من الحالات، عشان تعمل هارت بلوك لازم تبقى قريبه من الهس. الهس دي شويه ناحيه الترايكاسبيد فالف وناحيه وشويه ديب ناحيه الرايت فنتريكل. ده ما بتعملش كومبريشن على بلاد سبلاي، ما فيش بلاد سبلاي في الحته دي، ده الانتر انترسبت ما فيهوش بلاد سبلاي، ما بتعمل يعني ما بتعملش مشاكل ليها علاقه بلاد سبلاي بتاع ايه. بتعمل كومبريشن، بتعمل افكشن للميترال فالف. العبسيول قلنا بيبقى موستلي مالجننت، ده قصه تانية. ممكن يقفل البالمونري فينز مثلا، يعني البوسيول هيجي ناحيه البالمونري فينز فيعمل لك بالمونري ايديما، فاهم ازاي؟ عنده تيومر بس مش الميكزوما. انت بتسالي عن الميكزوما بتسالي عن كاردياك تيومر، احنا في انواع تيومر هتعمل هارت بلوك هنقولها دلوقتي بتبقى قريبه من الكوندكتيف سيستم مش من الميكزوما. الميكزوما مش مشهوره عنها اللي هي بتعمل هارت بلوك، الا لو في ميكزوما طالعه زي الفاميليال تايب ممكن يكون طالع من الفنتريكل وهي قريب من الكوندكتيف سيستم تمام. خلينا نمشي ونشوف بعد كده. نيجي بقى للموست كومن تيومر في التشيلدرن او الانفنت اللي هو الرابدو مايوما. انا حطيته لكم بترتيب او اهميته بالنسبه للتيومرز ان جنرال وبالنسبه للكارديولوجي ان جنرال. فتاني واحد مهم هو الرابدو مايوما، بيجي في الانفنت والتشيلدرن 75% بيجي في اول سنه من العمر خلاص كده. موست كومن بيجي في الفنتريكل، بيعمل هنا ميكانيكال اوبستراكشن زي الفالفر سينوز، يعني بيجي قريب من الاورتيك فالف يعمل اورتيك زي اورتيك سينوز او البالمونري فالف يعمل بالمونري سينوز تمام. بيبقى مالتيبل، بيجي في كذا مكان وبيبقى صغير 1-3 سنتي ان سايز. هو كاركترايزد اللي هو بيحصل له سبونتينيوس ريجريشن في اقل من 4 سنين، يعني موست اوف بيشنت هو بيحصل له سبونتينيوس ريجريشن، عشان كده احنا ما بنستعجلش على الجراحه في العين دول بنتابعهم، وهو التيومر لوحده بيحصل له سبونتينيوس ريجريشن ان موست بيشنت اقل من 4 سنين تمام. وبيبقى اسوشيتد، احنا قلنا التاني بالميكزوما بتبقى اسوشيتد السندروم بتاعها اسمه ايه؟ فاكرين؟ كارني سندروم خلاص كده. هنا تيوبرس اسكليروزس، نوع من المرض التاني اسمه تيوبرس اسكليروزس، بيبقى موجود الرابدو 80% من العيانين عندهم تيوبرس اسكليروزس، بيجي بناين تيومر اوف ذا برين وادينوما سبيشيوم وبناين كدني تيومر خلاص. يبقى الرابدو مايوما جزء من التيوبرس اسكليروزس، سندروم معين بيجي مالتيبل تيومرز نتيجه باثولوجي معين بيجي انفولف كذا حته البرين والهارت والكدني خلاص. ده منظر الرابدو مايوما بيجي من الليفت فنتريكل اهو، لو قريب من ال في او تي شويه هيعمل ال في او تي اوبستراكشن واورتيك زي اورتيك ستينوزس، وجاي مالتيبل سايد جاي كمان من الرايت فنتريكل، بيجي من الفنتريكل وول نفسه تمام. ده منظره انتر اوبرتيف، بيبقى هاي فاسكولاريتي كده. خلاص هما دول الكلمتين اللي عايزين نعرفه في رابدو مايوما. بيجي في التشيلدرن سبونتينيوس ريجريشن، ساعات بيبقى تيوبرس سكليروزس مالتيبل انسايد خلاص. سكند موست كومن بيناين تيومر بعد الميكزوما هي اللايبوما
خلاص. second most common بعد الميكزوما هي اللايبوما. 20% of patient اللي عندهم benign cardiac tumor يعني incidence of ميكزوما قلنا كام؟ 50%. incidence of لايبوما 20%. عادة بتبقى clinically silent زي ما قلنا الميكزوما بتيجي في الميدل ايج، دي بتيجي في الاولد ايج، وبتيجي برضو تبقى well encapsulated من الانتر اتريال سيبتوم. تمام، بتبقى هنا sub endocardial او sub epicardial يعني تحت الاندوكارديوم او تحت الابيكارديوم. 25% بس بتبقى انترا ماسكولر. الميكزوما بتبقى ايه؟ sub endocardium، بتيجي من الاندوكارديوم، ما بتبقاش ناحيه البريكارديوم، بتيجي من الانتر اتريال سيبتوم ناحيه الاندوكارديوم. هنا اللايبوما في حاجه مهمه، لو انتوا بتشوفوا ايكو كتير في حاجه اسمها لايبوماتس ديجنريشن اوف انتر اتريال سيبتوم. لايبوماتس ديجنريشن اوف انتر اتريال سيبتوم هنا ده واحده من الديفرنشال دايجنوز بتاعها، لان ده المكان بتاعها كومن سايت ليها، فانت تشوف الانتر اتريال سيبتوم سيكند فتقول ده لايبوما ولا لايبوماتس ديجنريشن، ده تو ديفرنشيت. خلاص كده الانتر اتريال سيبتوم سيكنس بيزيد في اللايبوماتس ديجنريشن اكتر من 2 سنتي، و في اللايبوما بيبقى اكتر من 7 سنتي. تمام كده، يعني السيكنس بيبقى ماتش مور مع اللايبوما. في اللايبوماتس ديجنريشن ما بيزيدش عن يا دوب بيوصل 2 سنتي. تاني حاجه بيجي بيبقى دامبل شيب، خلاص بيسبير الفوسا اوفاليس، يعني يجي الجزء اللايبوما مش بتسبير حاجه، لكن اللايبوماتس ديجنريشن بيسبير الفوسا اوفاليس، يجي حته فوق وحته تحته بيعمل زي الدامبل شيب. ده عشان دو ديفرنشال دايجنوز من اللايبوما. طيب بعد كده احنا خدنا الميكزوما وبعدين اللايبوما في الاطفال رابدو مايوما. السكند موست كومن في البيدياتريك ايج جروب هو ايه؟ الفايبروما. تمام، يعني انا مش عايز اخد شويه في الحاجات ديت عشان ما نقعدش نشغل دماغنا، هناخد كلمه واحده على الفايبروما او كلمتين. هو بيبقى سوليتري، بيبقى انتراميورال، بيجي في الفنتريكل زي الرابدو مايوما بالظبط، ويبقى اسوشيتد مع جورلين سيندروم اللي هو بيبقى كاردياك فايبروما وبيزل سيل كارسينوما وجو ابنورماليتيز. هتلاقوا يعني الكلام هيبقى شويه كل ما نخش في التيومر هيبقى صعب، فكل تيومر تاخد منه كلمه واحده. فالفايبروما هنعرف اللي هو سكند موست كومن تيومر في البيدياتريك ايج جروب بعد الرابدو مايوما. خلاص كده بيطلع من الفنتريكل واسوشيتد مع جورلين سيندروم. ايه الكلمتين بتوع الرابدو مايوما كنا واخدينهم من شويه؟ بيجي في الاطفال سبونتينيوس ريجريشن تيوبرس سكليروزس. الفايبروما سكند موست كومن بيطلع من الفنتريكل، هنا بيبقى يوجوالي بيبقى سوليتري، الثاني كان مالتيبل. تمام كده، وده اسوشيتد مع جورلين سيندروم. تمام، بس انا مش هاخد في الفايبروما اكتر من كده. البابيلاري فايبروسوما هنتكلم عنها شويه لانها ديفرنشال دايجنوز بتاع الفيجيتيشن. خلاص كده، البابيلاري فايبروسوما ده بتطلع من الفالفولار سيرفيس، يا اما الفالف الفنتريكلر سيرفيس اوف سيمي ليونر فالف، يا اما الاتريال سيرفيس اوف اي في فالف. اي في فالف اللي هو الميترال والتريكاسبيد، السيمي ليونر اللي هو الاورتا والبلمونري. بتطلع من الاتريال سيرفيس اوف اي في فالف والفنتريكلر سيرفيس اوف سيمي ليونر فالف، يعني تطلع ناحيه الفنتريكل. اشهر مكان ليها هو الفنتريكلر سيرفيس اوف اورتيك فالف. ده البابيلاري فايبروسوما ليه هي مهمه؟ لانها بتديفرنشال دايجنوز من المس على الفالف. الميكزوما مهمه لان احنا يعني شويه فريكوينت بنشوفها، والبابيلاري فايبروسوما بيجي لك فيجيتيشن كتير او حاجات على الفالفز، بنحتاج نعرف منك ايه الديفرنشال دايجنوزس. فعايزك تقول لنا لامبلز اكسكريسنس، عايزك تقول لنا الفيجيتيشن العاديه، عايزك تقول لي ثرومبس على الفالف، عايزك تقول لي بابيلاري فايبروسوما كواحده من الديفرنشال دايجنوز. هي رير بس واحده من الديفرنشال دايجنوز. خلاص احنا قلنا الموست كومن كان ايه؟ الميكزوما، بعده اللايبوما، ده الثيرد كومن اللي هو البابيلاري فايبروسوما. فهي مش كومن قوي بس تالت واحده في البناين تيومر. تمام، لا ده في الاطفال، احنا بنتكلم هنا على الادلت لايف. اول واحده ميكزوما، بعدها لايبوما، بعدها بابيلاري فايبروسوما. طب في الاطفال رابدو مايوما وبعدين فايبروما. تمام كده، هنا بتيجي في ايدج كبير شويه، الميل هنا بيساوي الفيميل عكس الميكزوما كان الفيميل اكتر. الموست كومن سايت هو الفنتريكلر سيرفيس اوف اي في فالف، وزي ما قلت لكم هي بتطلع من الفنتريكلر سيرفيس اوف سيمي ليونر فالف والاتريال سيرفيس اوف اي في فالف. تمام، بتكاركترايز بتاعها الفلاور لايك ابييرنس اوف ذا ميسز اللي بتبقى طالعه من الفنتريكلر سيرفيس اوف اي في فالف. بتبقى يوجوالي سوليتري،
هنا اوفن سيمتوماتيك. اهم تفتكروا ايه الاعراض اللي تبقى مهمه في بابيري فايبر استوما او تيومر ليه فيلس ابييرنس موجوده على فالف عمال يتحرك طول اليوم؟ اشر مانيفيستيشن ممكن تبقى ايه؟ احنا واخدين اربعه مشهورين: كونستيتيوشنال، امبوليك، كاردييك مانيفيستيشن، وميتاستاتيك مانيفيستيشن. ايه اشر حاجه ممكن تبقى موجوده موست كومن بالتفكير؟ حاجه على فالف عماله تتحرك، يحصل ايه؟ اوبستراكشر. ماشي، امبوليك مانيفيستيشن، حتى حتت من التيومر شريدز تطلع تعمل امبوليك مانيفيستيشن، او يتكون بين الفيلاي دي او بين البابيلس بروسيسنج دي ثرومبس تعمل امبولايزيشن. فهي الموست كومن سيستميك امبولايزيشن. خلاص كده. يوجوالي بيبقى دايجنوزد بالايكو، ترانسوسوفجيا ايكو ممكن يساعدنا، ما بنحتاجش حاجه وبنخش نعمل لها اكسيجن. تمام. طيب ده البابيري فايبروسوما لو لوكيتد ده يعني ده دايجرام تعمل ايه في الاكسجن بتاعها؟ لو هي صغيره ممكن نوبزرف وندي انتي بليتلت عشان ما يحصلش ان بيحصل عليها بليتلت ثرومباي. لو هي كبيره اكتر من 1 سم بنعمل لها اكسجن. تمام كده. طبعا لو عملت اعراضها وحصل منها امبولايزيشن لازم تعمل لها اكسجن. لو هي سايلنت بندي انتي بليتلت ونسيبها، لان مش هنخش نفتح الهارت عشان حاجه اقل من 1 سم. بعض التيومر الثانيه زي الهيمنجيوما والانفنجيوما دي يعني ما فيش كلام فيها يتقال، يعني واحده من التيومرز اللي ممكن تحصل في الهارت. انا عايز اخش بقى على المالجنسي. المالجنت برايمري كاردييك تيومر فيري رير، هو بيمثل 25% من البرايمري كاردييك تيومر، 75% كان بناين. خلاص كده، اما البرايمري ده بناين يا مالجنت، 75% بناين 25% منهم مالجنت. almost always نوع المالجنت تيومر، انتوا عارفين ايه انواع المالجنت تيومر؟ يا اما ساركوماس لو طلع من تيشو، او اديوكارسوما لو طلع من جلاند، او ايه تاني لو طلع من ايبيثيليوم او اندوثيليوم. ايه؟ لا، فايبروسكوما بتبقى طالعه من فايبرس تيشو. كارسينومس لو طلع من اسمها كارسينومز، يبقى كارسينومز طلع من خلايا او تيشو ساركومز. خلاص كده. خلاص احنا قلنا موستلي الساركومز 5% برايمري كاردييك و5% بيبقى ليمفومز او ميزوثيليوم. خلاص احنا كل اللي هنعرفه الساركومز. الساركوما هو الموست كومن مالجنت تيومر. احنا قلنا 90% او اولموست 95% من المالجنت تيومر هي ساركومز. خلاص. كومن الميل، طبعا الميل دايما بيجي لهم مالجنسي اكتر من الفيميل. كاركترايز باي رابيدلي داون هيل كورس، يعني هي عاده بتبقى فيتال، بيبقى فيري رابيد جروس، السيرجري از اولموست اولويز يعني غالبا بيبقى مستحيل، وبتعمل هيمودايناميك كومبرومايز، وبتعمل لوكال انفيجن، وتعمل هيموراجيك بريكارد افيوجن. تمام. عاده العين دوت يا اما ما بيتشافوش، او لو اتشافوا ما بيتعمل لهمش حاجه. تمام. الساركوماس في منها انجيوساركوما وفايبروساركوما اوستيوساركوما. الانجيوساركوما هي الموست كومن تايب اللي بيطلع عندها في الهارت، 30% بيجي في الرايت اتريوم اللي هو كان البوسير وول والبوسير وول في ليفت اتريوم. الميل اكتر في الفيميل. اذر بيشن بيعمل فيه المير، التيومر نفسه بيبقى فيه كونتينوس ميرمر نتيجه يعني اجريسيف بلاد سبلاي بتاعه. في الاطفال بيبقى رابدو مايوساركوما، وده بيبقى برده فيتال كونديشن. يعني احنا قلنا كومن انفولف رايت اتريوم الساركوما. سيرجي يوجوالي نوت افكتيف، وده منظرها ده باثولوجي طبعا جروس سبيسمن. طيب كده خلاص، خلصنا ساركوما، عرفنا اللي هو فيتال ديزيز، موستلي بيبقى انجيو ساركوما، وهو الموست كومن مالجنت تيومر، وهو 25% من البرايمري تيومر اوف ذا هارت كلها، هو يعني العاده العين دول ما بيتلحقوش. طيب نيجي بقى اخر جزء في المحاضره اللي هو السكند كاردييك ميتاستاسيس. اشهر مثال الميتاستاسيس عندكم ايه هو؟ اللي مشهور قوي في الهارت اللي كنا بنشوف له سبيسمن في الباثولوجي زمان، مشهور بيعمل ميتاستاسايزنج للهارت، مالجنت ميلانوما. فاكرين الجار بتاع مالجنت ميلانوما اللي هو ميتاستاسايزنج للهارت؟ ده هو الجار الوحيد اللي كان في الباثولوجي. انتوا مش عين شمس؟ ده كان في باثولوجي جار مشهور كده، تلاقي سبوتس موجوده على الهارت والبريكارد، يقول لك ده مالجنت ميلانوما طلع من صباع العيان ميتاستاسايزنج للهارت. طيب هو اشهر حاجه تمتستسايز الهارت هو المالجنت ميلانوما؟ اكتر ميتاستاسيس يعني بيحصل؟ لا، اكتر حاجه بتحصل البريست كانسر واللانج كانسر، دول اكتر تيومر موست كومن تيومر بتمتستسايز الهارت.
طب ليه الماليجنت ميلانوما مشهورة؟ لأن هي بتحب الهارت، عندها بريديليكشن للهارت. يعني لما الماليجنت ميلانوما تنوي تمتستسايز تروح الهارت خلاص كده، فعشان كده هي مشهورة. لكن مش هي أكتر تيومر بيبعت الهارت، لأن الماليجنت ميلانوما نوت ذات فريكوينت زي البريست كانسر ولانج كانسر. أكيد البريست كانسر ولانج كانسر أكتر، فلو المتاسس بتاعهم الهارت لو بيحصل هيبقى أكتر من الماليجنت ميلانوما خلاص. بس ليه الماليجنت ميلانوما مشهورة؟ لأنها بتحب الهارت، تمام كده؟ او ملاجئ ميلانوما هايست بريدليكشن فور كاردياك ميتاس، 50 ل 65% من الميتاسز بتاع ملاجئ ميلانوما يكون في الهارت. لكن الموست كومن فروم بريست اند لانج كانسر، دي معلومه يعني انا حابب ان انتوا تعرفوها خلاص. طبعا الميتاسز بيجي يا اما عن طريق بلود ستريم، يا اما سراوندنج انفيجن فروم سراوندنج، يا اما لينفاتكس. تمام، اللينفاتكس قليله في الهارت، فيا اما كومن دايركت، يا اما فينس سبلاي، يا اما بلود سبلاي، يا اما دايركت انفيجن، تمام كده. وبيجي في البريكارديوم بالذات، الملاجئ ميلانوما بيجي في البريكارديوم اكتر حاجه، ممكن يجي في المايوكارديوم او ريلي الاندوكارديوم. كيك بريزيشن ديبند اون ذا سايت، يعني ما فيش حاجه تانية هنا مهمه، دي حاجات كلها جنرال على حسب مكان التيومر. يعني لما نيجي هنا اتكلم انا مش هتكلم، انا هعرف يا اما يحصل عين. طبعا عنده المانيفيستيشن بتاعت البرايمري تيومر والحاجات بتاعت السكند تيومر على حسب مكانها. يعني مثلا جه في البريكارديوم عمل بريكارديو افيوجن، جه عمل اوبستراكشن يعمل لي ديسنيا، فاهم؟ جه عنده كوندكتيف سيستم هيعمل لي هارت بلوك. فدي كلام هنقولها مش محتاج نقعد نعيدها في كل مره. ده شكل الميتاسيس بتاع الملاجئ ميلانوما اللي هي بتبقى سبوتس كتير موجوده على الهارت. طبعا ما بيبقاش لونها اسود، احنا بنعتقد لونها اسود بيبقى لونها كده باتش سبوت، ماشي. ده السمري للمحاضره. برايمري كارديك تيومر تاني ار رير، تمام، يوجوالي بيناين، قلنا 75% منهم بيناين. كلينيك بريزنتيشن بيزد اون ذا لوكيشن وسايز اوف ذا ماس. الدياجنوزس موستلي بيتم بالترانس راسك ايكو والترانس اوزوجيال ايكو، اللي بيحتاج السي ام ار اللي هو كارديك ام ار اي، تمام، عشان التيشو كاركترايزيشن بيبقى مهم. تريتمنت يوجوالي بيبقى سيرجري، مفيش ميديكال تريتمنت للكارديك تيومر. شكرا. عايز بقى اسئلتكم. حد عايز يسأل حاجه؟ كيمو ثيرابي وراديشن موصوفين في المالجنانت تيومر. احنا قلنا المالجنانت تيومر عاده بيبقى داون هيل كورس والعيان بيضاي قبل ما بيوصل للسيرجري. يعني ما انا بقول لك هو مش موصوف كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي للكاردياك تيومر، لان عاده العيان ده الكونديشن بتاعته فيتال اسرع من، يعني وانس بيبقى دايجنوزد خلاص بيبقى المورتاليتي سون، فاهم قصدي؟ ما فيش وقت بين الدايجنوزس والتريتمنت، هو بيقعد بيجي بيبقى very rapid very aggressive tumor very fatal. مفيش داتا موجودة عن الكيمو ثيرابي والراديو ثيرابي، الموضوع very rare عما انت متخيلة اللي يبقى عليه داتا اللي هو انواع معينة من الكيمو ثيرابي او الراديو ثيرابي. الموضوع اللي يمكن اهم ومعرفش انتوا خدتوه ولا لا، الكيمو ثيرابي او الكانسر in general وعلاقته بالهارت، اللي هو العيان ما ياخد كيمو ثيرابي والراديو ثيرابي ده هيأثر على الهارت في ايه، ده قصة تانية. يا وده السبجكت او التايتل ده اهم من الكارديك تيومر في نفسها اللي انتوا تذاكروه، لان دوم عيان بنشوفهم اكتر. يعني عيان مثلا يكون بياخد كيمو ثيرابي معين يجي لك بهارت فيلير، ده مهم تعرفه، وده كتير فريكوينت لان عيان كتير بياخدوا كيمو ثيرابي. لكن اللي انت تقابل عيان كارديك تيومر وتتعامل معاه ده رير فعلا. زي ما اقول لكم انتوا هتلاقوا الحالات معدوده، لو قعدنا كل اسم القلب نعد الحالات اللي كل واحد شافها هتلاقي كلنا على بعض اسم القلب كله 10 15 حاله، اللي هو على مدار ال 50 سنه او ال 60 سنه بتوع اسم القلب من سنه 1950. فحالات الديزيز نفسه فيري رير. لا احنا قلنا اشهر واحد ميكزوما بيجي في الميدل ايج. وايه؟ الميكزوما، لا الميكزوما الكومبليكيشن بتاعتها مش كبيره وبنقدر نتعامل معاها وبنعمل لها ريسكشن وبنتابع الفولو اب بتاعها لغايه ما ما يحصلش ريكارنس والنتيجه بتبقى كويسه قوي، ودي اكتر حاجه بنشوفها وبنتعامل معاها. بقيه الحاجات كلها عاده ثيوريتيكال يعني بنقراها بس ما بنشوفهاش كتير. يمكن شفت مره بابيلاري فايبروستوما وكانت فور ديفرنشال دايجنوزس. حد عايز يسال حاجه ثانيه؟ يلا عشان المحاضره اللي بعدها.